الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. عمل المتاحف مين في حضرة المحبوب توزيع موسيقي وإشراف موسيقي بقيادة الأستاذ حمزة الفجاري من إخراج الفنان الصديق شكري عياري. يا حبيبي يا رسول الله، عجبت لقوما يرون احتفالي بك بدعة وإثما، وإن مدحتك قالوا عني مسلما يا رسول الله. أهناك أولى أو أفضل منك بالمدح؟ إن كنتم ترونني آثما في مدح النبي فها أنا أعلنها، أنا مجرم في حبك يا مصطفى. ذاق حالي أدركني يا رسول الله، ذاق حالي أدركني يا محمد. ماتت ماتت. المداح ما هو شكري العياري، المداح الأولاني كمال شواشي وكمال طاغوتي وتوفيق الرمضاني والناس اللي كانت موجودة معانا، ياسين عياد كذلك، المداح سنين هالمجموعة النير اللي تغزروا لها حمزة سيف مصطفى قاسم ولادنا الكل، فهمت القراوة معناها، دونك ناس تحب تفكر، تحب تعمل شكل آخر مختلف، تحب تعمل حاجة تشبه له. الجمهور إن شاء الله كان استمتع، إن شاء الله نكونوا احنا قدمنا حاجة ترتقي إلى ذوق القيروان وجمهور القيروان. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.